عزيزي المشاهد، لعل من الصعوبة بمكان أن نجد ضيف لكم هذا المساء كان يطلع بالتلفزيون من أول ليلة افتتح فيها تلفزيون الكويت من أكثر من 20 سنة، ولا زال هذا الإنسان نشوفه بالتلفزيون كل أسبوع. أعتقد هذا شيء يعني يستحق الحديث عنه. ضيفي هذا المساء شخصية كويتية كلكم تعرفونه، له مركز بالدولة لا يستهان فيه. مركز هذا هو رئيس لجنة المناقصات المركزية في دولة الكويت. وما أطول عليكم وأبيكم ترحبون وياي بالشيخ علي الجسار. مساء الخير أبو أحمد. يا هلا، حياك الله في البرنامج. الله يحييك، احنا دائما سعداء بلقاك. يعني الله يطول لي عمرك. انا مثل ما قلت للاخوان، انت شفناك بالتلفزيون من اول ما فتح التلفزيون. صح. تذكر كيف كان الوضع انذاك وشلون كانوا يسجلون لكم؟ ذاك ما في تسجيل، على الهواء. على الهواء. إيه على الهواء. إيه. لا ما عندنا تسجيل. إيه. اجي اسجل العصر ولا الصبح وبعدين اروح لا راسا. إيه. على الهواء. كان اهم احاديث يعني مثل هذا. اي كيف إيه كانت احاديث نفس مواضيعي، ما اختلفت. هي المواضيع التي تتعلق في اصلاح الانسان والحياه ومتطلبات الانسان في الحياه. الان طبعا الامور تغيرت، صار يسجلون الاحاديث. إيه طبعا. إيه. وحتى اعتقد احاديثك ما تنقطع حتى لما تسافر بالصيف او شيء، يكونون مسجلين لك. نعم مسجلين صوره مسبقه. على فكره انا ما اسافر كثير ابدا، ما احب السفر، من طبيعتي ما احب السفر. يعني اكثر اطول سفره سافرتها لما رحت سويت العمليه. سلام. 50 يوم تقريبا بس. عادة العام هناك. لا قبل سنتين. سنتين. عادة اذا سافرت 10 ايام وارد. ما اروح ما اطول. شيخ علي، تقدر تكلم لنا شوية والسادة المشاهدين عن ذكريات رمضان أول في الكويت، يعني من 30 سنة وأكثر؟ ذكريات رمضان يعني ايش تبيها؟ من حيث العبادة، من حيث الأكل، من حيث العمل، من حيث الجو العام لرمضان. وكيف كان يجده الكويتيين؟ هو الحقيقة كان رمضان قبل 30 سنة تقريبا أو أكثر بعد شوي، كان له رنة وحنة كما يقال، ابتداء من 15 شعبان أو قبلها بشوي. تجد دقاقات الهريس كل 15-20 امرأة يجتمعون في بيت ويدقون الهريس. هالمناحيز يحطون المناحيز، مثلا 4-6 مناحيز وثنتين يقابلون عليها يدقون الهريس. وكان يعني كانه بمثابه البشير، دقاقات الهريس بمثابه البشير لشهر رمضان. لا شك ان شهر رمضان قبل 30 سنه، قبل 40 سنه تقريبا، يحس الانسان بقدومه، ان الانسان يستعد يروح يشتري المصحف اذا مصحفه متقطع، يجيب مصحف، حتى إذا سراي ناقص عنده سري يروح يشتري سري. ويشعر الإنسان أنه فعلا شهر طاعة. حتى أذكر أن إحنا نحط السحارة، أنا ومثلا بعض إخواني نحط السحارة وبيننا السراج، إذا استيقظنا قبل الفجر، قبل السحور بساعة نص ساعة على ما يهيئون الأهل السحور، نقعد ندرس. وكان الناس أيضا في رمضان في ذلك اليوم إذا صلوا العصر ما يطلعون من المسجد إلى قبيل المغرب. كانوا يتبارون أيضا حتى في الختمات، واحد يقول سويت ختمتين، واحد يقول سويت ست، واحد يقول سويت سبع. ولا شك أن رمضان له طابع يختلف عن بقية الشهور في كل زمان، حتى في زماننا هذا، لكن كان لاستقباله روعة. الآن يكاد أن يقبل رمضان ما تدري عنه، لأن كل شيء متوفر ولله الحمد. بالأول لا تحس، تروح تشتري الحاجيات اللي انت بيها، الهريس، الغاز، الفتيل، اللمبات، الشغلات هذه، المصاحف،
في احساس بقدوم الشهر. في احساس بقدومي ما في شك. انت قلت من شويه ان ينامون ويقعدون للسحور. اي طبعا. هذا الشيء الان ما يصير، الناس قاعده تواصل. اي الان لا. فهل كان اول لانه يعني ما في تلفزيون ما في لا كهرباء؟ لان ما في كهرباء، لان كله ظلام وما في تلفزيون ما في كهرباء ما في صحف ما في ما في شك ان بالاول ما كان عندهم غير النوم. شو يسوي؟ وين يروح؟ يقعدون. بس يقعدكم بطويله للسحور طبعا. اي في بطويله يطق يدور تقريبا الساعه 11 مثل هالايام تقريبا الساعه 12 واحده يبدا يدور. يبدا يقعد النايمين. يقعد النايمين. اي لا يدق صوته، كان سكون ماكو تلفزيونات ماكو شيء، كان سكون وصوته ينسمع على مسافه نص كيلو او اقل او اكثر بشوي. يعني يمكن احيانا اللي ما يسمعون بطويله تروح عليهم نومه. بعضهم يجوز. إيه بعضهم يجوز. حتى ذاك اليوم ما كانت منتشرة هذه الساعة مخرواش، ما كانت منتشرة بكثرة يعني. فكان بطبيع له ساعة. إيه هذا هو ما في شك، هو كان هو سبب الاستيقاظ. خلي أسألك شيخ علي، الآن لدينا ما يسمى بصحوة إسلامية، يعني هل لك من تعليق أو من تعقيب على هذا المضمون؟ والله هي الحقيقة ما أسميها أنا صحوة إسلامية. الواقع أن الإسلام موجود والمسلمون موجودون، إنما حصلت غفلة عبر السنين التي مرت، وأعتقد أن الغفلة اللي حصلت هي بالفترة التي أفاء الله بها الخير على الناس. بالأول كما قلنا قبل قليل، كان الناس لما كانت الدنيا ضيقة، كان الناس يقبلون على الطاعة وعلى العبادة، وكانت المساجد مملوءة مثل ما قلت لك، أنهم إذا صلوا العصر ما يطلعون، صغار وكبار كلهم يصلون. وفي لما تمشي في السكيك تسمع ضجيج القراء وتسمع ضجيج الناس وهم يقرؤون القرآن. لكن لما أفاء الله على الناس من هذه الخيرات كأنهم فترت همتهم الدينية. فالصحوة اللي أنت بتسميها صحوة أو كما يقال الآن عنها، هي ما هي ما تسمى يعني صحوة دينية، هي كأنها على ما قال أن الناس شافوا أن إلى وين، إلى وين سايرين بعدين. فحصلت ردة فعل تقريبا عند الشباب اللي كان بالأول هايط ضايع كذا إلى آخره، فحصل من على ما قال من يجمع شتات هذا الشباب. لكن أنت لك سؤال آخر بعد هذا السؤال يعني. نعم ممكن يعني هذا السؤال تعلق فيه سؤال آخر، وهو هي يعني يوجد في العالم العربي يعني العديد من الجماعات الإسلامية. ما أدري شيخ علي، هل أنت يعني تنتمي أو لك انتماءات لإحدى هذه الجماعات الإسلامية على اختلاف أنواعها؟ لا، أنا الحقيقة أؤمن إيمان عميق بأن المسلمين لهم نادي يجمعهم، أو لهم جمعية تجمعهم، أو لهم شعار يلتفون حوله. هذا الشعار هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولهم لائحة يطبقونها هي الصلاة والصيام والزكاة والحج. هذا النادي أو ذلك المكان هي وذلك أركان الإسلام. إيه نعم، اللي هي أركان الإسلام طبعا. هذا النادي أو ذلك الملتقى هو المسجد. فأنا أتصور كل من يدخل المسجد فهو زميلي وأخي في الدين وفي المبدأ وفي الهدف وفي كل شيء. فأنا لا يمكن أن أقر وجود جماعات مختلفة متنافرة تحت شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يجوز. لا شك أنه ما يجوز، لأن الشعار واضح، واضح والمنطلق واضح، ما في شك. واضح ما في شك. الشيء العجيب شيخ علي أنك في كثير من أحاديثك أحيانا بتتطرق إلى أشياء قد يجدها الناس غريبة أو مو في مكانها. مثلا أنا خلي أقول لك عن إيش قالوا لي بعض الناس. في أحد حديثك التلفزيونية تكلمت عن الأطفال اللي في الربيع يمسكون النباطة أو اللي يسمون أخوان العرب النبلة، ويضربون فيها أسلاك الكهرباء أو الفناجيل الخزف العازلة على الأسلاك ويكسرونها،
في الواقع أنت توغلت في هذا الكلام، أخذ منك وقت لا بأس فيه، وقيل أنه هذا والله إيه زين بس هذا حديث مو ديني يعني زين. لطيف. هو العجيب أن هذا النقد بالذات من قديم كنت أسمع. أنا لما كانت قبل الكهرباء تشد الأساك بالفنايل تخابر، أذكر أن كنت ماشي وإذا بأطفال تتراوح أعمارهم من 16 و15 وأقل، يمكن بيدهم نبابيط، يكسر الفنيال فيطيح يرتخي السلكي. فأنا تحدثت يومها، أذكر أن كثير من الإخوان قال لي نفس الكلام أن هذا مو دين. فالحقيقة أنا ركزت على هذا على على هذا النقد، والحمد لله أعتقد أنه زال الآن، لأنه يعني بينت للناس أن خطأ أن يقول هذا مو دين. حتى أذكر أن أنا بعد ما سمعت هذا النقد من الناس وأحسست بعدم وعي الناس عن معنى الدين، شنو الدين، أذكر في حلقة قلت لهم تعالوا لو افترضنا أن هذا الفنيال اللي كسروه أو اللمبة اللي انكسرت ما راح تترك، راح وزارة الكهرباء راح تصلحها. طب ترسل سيارة اللي فيها الرافعة، السيارة فيها 2 أو 3، فيها السائق وفيها 2 جنير واحد طاولة، هذول 3، كم تصرف السيارة من البنزين، كم يصرفون من وقت حتى يروحون يصلحون هاللمبة اللي قيمتها يمكن 2 أو أقل أو أكثر، زين قيمتها 2 وما يستهلكه هؤلاء 3 من بنزين ومن أجور يمكن يجي حول 6 دنانير و2 8 دنانير أو 10 أو 15 أو 20. هذه ما هو تبذير؟ الله نهى عن التبذير، هذا من الدين. نعم. الله سبحانه وتعالى قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نعم. فالناس لأنهم جهلوا كثيرا من أحكام الدين ومن أحكام الإسلام ومن أهداف القرآن، ولذلك اعتقدوا أن الدين والحديث بالدين هو عن الصلاة، عن الوضوء، عن الحج، عن الصيام، عن وهذا خطأ. كل ما يعني الإنسان في هذه الحياة الدنيا من أعمال يؤديها يوميا من عبادة أو يقتنيها يوميا من عادة فهي من الدين، لا شك فيها. ما في شك. وأحمد، شن هو التطرف الديني في رأيك؟ يعني إذا بسميه بقبل هذه التسمية، التطرف الديني أو التزمت الديني، هو الغلو كما سماه القرآن، لا تغلو في دينكم يا أهل الكتاب، لا تغلو في دينكم. والمقالاة والشدة هو اللي يعرف الآن باسم التطرف أو التزمت، وهذا أمر بلا شك لا يجوز، لأن خصوصا نحن كمسلمين فإن الله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا بدين سمح، ويتخلل هذا الدين من منبعه الصافي وهو القرآن آيات تؤكد هذه الحقيقة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فاتقوا الله ما استطعتم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلذلك التزمت والتشدد ما هو مطلوب أبدا، بل هو مكروه. يعني تعطيني مثلين من أمثلة التزمت أو التشدد الديني إذا كان يحضرك. أنا أتصور أن التزمت أو التشدد هو كل ما خرج عن المألوف في مفهوم الدين. فمثلا يجب على المسلم إذا سمع المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح يقوم يذهب ليصلي يؤدي الصلاة، إذا كان هناك مثل ما هو الظاهرة الآن الموجودة هناك مساجد في بعض الوزارات أو محلات تعينها الدولة مشكورة في بعض الوزارات لتقام فيها الجماعة. فأنا أريد أن هذا الشخص الذي يقوم ليؤدي هذه الصلاة مع الجماعة يقوم في وقت محدد، ما يقوم قبل الوقت بربع ساعة ويتأخر للتسبيح والتهليل ربع ساعة، بينما هو يعلم علم اليقين أن مطلوب منه أداء عمل يأخذ عليه أجر. فهذا هو التزمت، يعني نوع من المبالغة، من المبالغة في العبادة. أنت مطلوب منك أن تؤدي الصلاة والدولة هيئت لك مكانا لتصلي فيه، فأنت قم في الوقت المحدد الضيق جدا اللي تقدر أن تجمع بين أداء العبادة وأداء العمل المطلوب منك،
وأيضا مثلا يأتي إنسان إلى أناس يجدهم مثلا جالسين في مكان، ليش يا أخي ما تقرؤون، ليش ما تسبحون، ليش ما تهللون، أيضا هذا مو مطلوب، ما يعني روح النفوس ساعة بعد ساعة، ما هو مطلوب من الإنسان أنه دائما يكون في عبادة، لأنه النفوس تمل وتكل أيضا. فإنما المطلوب من الإنسان أنه إذا حان وقت الصلاة أن يترك كل شيء ويقوم ليؤدي الصلاة، والمطلوب أن يؤديها في جماعة مع المسجد أفضل، لأن الإنسان بطبيعته يبحث عن الربح المادي، فمن باب أولى أن يبحث عن الربح الأخروي، لأن صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب25 درجة. نعم. هذه أشياء يعني اللي وكثيرة يعني التشديد المنقوط كثير يفعله كثير من الناس مع الأسف الشديد، وهذا ما يجوز، دين الإسلام دين سمح. نعم. وخير الأمور الوسط. الوسط ما في شك. ما في شك. وأحمد لا شك أنك يعني أعتقد تشوف تلفزيون، تسمع راديو، ف يعني خلينا نقول شو اللي يعجبك شو اللي ما يعجبك في ما تشوفه وما تسمعه. والله الحقيقة يمكن أحدد لك اللي ما يعجبني، وبعد ذلك يمكن إذا أنا أنسى من الأشياء اللي ما تعجبني يمكن أنسى القليل، ولذلك إذا انتهيت مما لا يعجبني فالذي ما أذكره يعجبني. ماشي. أنا لا تعجبني الأغنية الخليعة، الأغنية الهدامة، وأنا أقول ما كان أغنى مؤلفينا وملحنينا ومغنينا، وما أغنى أيضا أجهزة الإعلام عن مثل هذه الأغاني التي تبث السموم. ممكن أن يقال يا مؤلفون ألفوا لنا كلمات ترفع مستوى الأخلاق والقيم والصلات والصفات الجيدة. أنا لا تعجبني الأغنية المائعة أبدا، لا تعجبني، لا يعجبني أيضا عرض الأشياء التي مطلوب من الناس أن يعني يشوفونها ويسمعونها في أوقات الصلاة. يعني يجب على وزارة الإعلام أنها تلاحظ أوقات الصلاة، فدائما تجعل الأشياء المهمة التي تريد الناس أن يصغوا إليها وأن يراعوها تجعلها في غير أوقات الصلاة. يعني هذه أشياء اللي أنا أتمناها، وأنا بعتقد أن الأشياء التي تعرض في التلفزيون أو في الإذاعة عندنا لا بأس بها إذا نقيت من بعض الشوائب، وكما قيل إن تجد عيبا فسد الخلل جل من لا عيب فيه وعلا. أنت مشاهد مستمر لأجهزة الإعلام أبو أحمد ولا يعني لا سمحت لك الظروف؟ لا إذا سمحت الظروف مو كثير، لأني أنا كثير يعني مشاغلي واجد. نعم. ولما تحب تستمع، تحب تستمع للتلفزيون تشاهده أو للراديو مثلا؟ يعني لا التلفزيون، وأنا الراديو بس عند النوم. ايه. عند المنام أحط الراديو وأسمع، عاد ما يجود به الزمن قبل الإغفاء أسمع. الأخبار، ما الأخبار؟ ايه؟ هذه برامج آخر الليل. والله مع الأسف الأخبار في الآونة الأخيرة ما عادت تستهويني أبدا كلش. مثل ما فيها أخبار مثل بعض. ايه مثل بعض. طيب أحمد خلنا يعني موضوع آخر، من موضوع أو جانب آخر من جانبك، بصفتك رئيس لجنة المناقصات المركزية بالكويت، والله وايد ناس يسألون لجنة المناقصات المركزية يعني ومدى فعاليتها ومدى قوتها إلى آخره حسب ما كفل لها القانون أو حسب ممارسات اللجنة نفسها. سؤالي ما مدى فعالية لجنة المناقصات في ترسية المناقصة من عدمها؟ يعني لما تأتي المناقصة تفتحونها، الأسعار تدرج إلى آخره، هي أقل الأسعار تدرج تروح للوزارة المعنية على ما يبدو، الوزارة لها رأي، فهل اللجنة لها القوة والفعالية أنها تلزم الوزارة برأي اللجنة حتى لو خالف رأي الوزارة؟ هي طبعا هي اللجنة تستمد قوتها من القانون، دائما سلاحها القانون. الواقع أن كثيرا من الناس حتى المناقصين أنفسهم يجهلون قانون المناقصات مع الأسف الشديد.
عجيب. حتى المناقصين أنفسهم يجهلون قانون المناقصات، ولذلك مو كلهم يعني. لا مو كلهم لا مو كلهم. عدد لا بأس فيه. طبعا أنت يبين قمت تدافع عنه لأنك لا 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 أنا مناقص ولا شيء يعني. لا هو الحقيقة اللي أنا بقولها ممكن أن يعني أقول لك كيف تتم العملية. نعم طبعا الجهة المعنية الجهة الحكومية تطرح المناقصة، تطلب من اللجنة، تطرح اللجنة عن طريق الجريدة الرسمية، فيجون الناس يلقون ظروفهم، تجي اللجنة من بكرة تفتح الصناديق، تفتح الظروف وتثبت عندها الأسعار. طبعا ما يستحق الاستبعاد عند الفض تستبعده اللجنة، مثلا ما حط التأمين الأولي، مثلا مشطب وما ممضي، مثلا حاط لنا عرض بديل والمناقصة ما تقبل العرض البديل، كل هذه أشياء بيانات مو كاملة، أي مو كاملة أيضا، أو الجداول كلها مو كاملة، الأوراق مو كلها كاملة معبأة. من هذا القبيل أنا أقول أن حتى كثير من المناقصين يجهلون قانون المناقصات، لذلك لو لم يجهلوا قانون المناقصات لما جاءت عطاءاتهم ناقصة. نعم. تشوف حتى بعض المقاولين العريقين في المناقصات، بعض الساعات يحس في نفسك الإنسان أنك تستبعده مناقص عريق، لكن شو تسوي أمامك القانون يقول لك ما يجوز. وأنا أعتقد أن كثير من المناقصين يعلمون علم اليقين أننا كثير ما يعني نقض الطرف الحقيقة عن بعض الهفوات. الملاحظ في كل أسبوع بالنسبة للشيخ حي الجسار الآتي: عندك خطبة الجمعة عدل؟ اي. وعندك حديث تلفزيوني في الأسبوع أعتقد يوم الثلاثة، وعندك حديث الجمعة في الإذاعة. أنت أيضا توثق عقود زواج يمكن عقب العصر وعقب العشاء إلى آخره، وكلها إن شاء الله زيجات مباركة على يدك. وأنت أيضا رئيس لجنة المناقصات، يعني كل هالشغلات هذه لاقي لها وقت انت بصراحه يعني؟ ولا يعني حاصره وقتك؟ والله اخ عبد الرحمن هذا الحقيقه سؤال الواقع ينم عن سعه افق عندك بكل امانه اقولها لك. طبعا يمكن الناس تتصور ان ما في اسئله تقدم للمسؤول إلا ويكون هناك اتفاق عليها من قبل، وأنا أقدر أؤكد وأنت تشهد أن ما في اتفاق على هذه الأسئلة على الكثير منها. لا لا ما أعرف عنها شيء، ما أدري عنها شيء. أنت قلت لي بالتلفون وراحت انتهت، ما أدري عنها لك الحين تقريبا أسبوع من قلت لي. أنا عشاي أمس نسيت شنو هو. فالشاهد أقول لك أن هذا يعني يخليني أحس بأن الناس تراقب فعلا. يعني أنا شخصيا إجابتي على هذا السؤال يجب أن تكون من باب الشكر لله سبحانه وتعالى، ومن باب أيضا عطاء المعلومات التي ينتفع بها الإنسان المسلم المؤمن الواعي. الواقع أني أنا شخصيا ما أعتقد أن أحدا يستطيع الجواب على هذا السؤال. أنا فعلا أقوم بحديث التلفزيون يوم الثلاثاء، حديث الجمعة وخطبة الجمعة، وفعلا أقوم بتوثيق عقود الزواج عقب العصر عقب المغرب عقب العشاء، بالإضافة إلى لجنة المناقصات. ومع ذلك أقسم لك بجلال الله العظيم أن عندي وقت زايد فايض ما شاء الله. أي والله العلي العظيم شلون ما أدري. عملية تنظيم وقت أبو أحمد، و حبك لعملك يمكن بيضفي شيء. لأن ما عندي طال عمرك كتب وستة، ما عندي هند ياخذ مني ساعتين ثلاث من الليل، ما عندي بورصة، ما عندي عمارة أروح أخذ إيجاراتها، يعني ما أدري شلون عايش براحة نفسية وعايش بغنى ذاتي أشعر فيه تماما يعني. الحمد لله. وأنا أقول لك الجواب هذا من باب الشكر لله، يعني أقولها بكل أمانة.
الحمد لله. اي والله شكرا لله على كل حال، واحنا طبعا شاكرين لك واحمد تفضلك على المجيء الله يبارك والتحدث لنا في شبكه التلفزيون، وان شاء الله ما هي اخر مره. ان شاء الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، دردشه مع فضيله الشيخ علي الجسار. قبل لا نشوف ضيوفنا الاخرين، خلينا نشوف المخرج بيحط لنا في هالفاصل.